طبعا اي فيتشر انا بكون برسمه بقدر اروح على الاتريبيوت تيبل الخاص فيه، واختار الداتا اللي بدي ادخلها. مثلا هذا الشارع عرضه 5 متر هاي او 6 متر، هاي بختار 6 متر. هاي الشجرة مثلا نقوم بتغييرها الى شجرة نخيل مثلا بهاي الطريقة. نقوم بحذف هدول، ها اي ديليت. اذا اقوم برسم طبقة التري من خلال صورة جوية، بفعل الصورة الجوية، بروح على اي منطقة، بروح على واجهة الجريد فيتشر، بختار اي شجرة انا بدي اياها. مثلا هاي شجرة اللوز، بقوم برسم بهاي الطريقة. هاي مثلا نغير النوع هيك. انا قمت برسم طبقة التري والشوارع ايضا بهاي الطريقة. والشوارع ايضا بقدر اختار هاي شارع معين واقوم برسمه من خلال صورة جوية. بضغط F2 او دبل كليك، هيك انا رسمت شارع. بروح على الاتريبيوت تيبل من خلال هاي الواجهة، بدخل مثلا عرض الشارع 4 متر. بالنسبة لقطع الاراضي مثلا انا بقدر اختار رقم لهدول قطع الاراضي. مثلا هاي عملت سيلكت لهاي القطعة، بفتح الاتريبيوت تيبل الخاص فيها، بقدر اسجل هدول، ادخل البيانات اللي بدي اياها. طبعا هذا الحق الخاص في الارقام، عشان هيك اعطاني ايرور، لو دخلت رقم 200 بزبط، لكن اي نص ما بزبط، فقط ارقام. اي رقم القطعة 10 او رقم القطعة 10. اذا بهاي الطريقة انا كنت بالتعرف على طريقة رسم المعالم والظواهر الجغرافية من خلال خريطة تم عمل إرجاع جغرافي لها، أو من خلال صورة جوية أنا حصلت عليها. قبل الانتهاء من هذا الدرس، في عنا نقاط يجب أيضا يتم شرحها. موجود عنا أدوات وأوامر في أكثر من مكان. مثلا عنا شريط أدوات الأساسي، موجود عنا نفتح مشروع جديد ونقوم بحفظ هذا الماب أو هذا المشروع من خلال هذا الشريط. وأيضا موجود عندنا في قائمة فايل، موجود هذول الأوامر، بقدر أعمل كوبي من هون أو كوبي من خلال قائمة إديت. أيضا بقدر أعمل كوبي وكت ولصق وحذف، بقدر أعمل زوم من خلال هذا الشريط، زوم إن وزوم أوت، أو من خلال الاتريبيوت تيبل بقدر اختار الفيتشر اللي انا بدي اياها واعملها سيلكت معين. مثلا معمول لهم مدخل عليهم ارقام، بقدر اعملهم سيلكت بعدين نعمل زوم بهاي الطريقه. في عنا البوك مارك. شو المقصود في البوك مارك او في الاشارات المرجعيه؟ لو فتحنا الصورة الجوية في هاي المنطقة، مثلا أنا هاي المنطقة بدي أحفظها عندي في هذا المشروع، بروح على قائمة البوك مارك، بختار إنشاء إشارة مرجعية اللي هي البوك مارك، مثلا بسميها منطقة ألف، بضغط على أوكي. هاي عنا مثلا منطقة ثانية اسمها منطقة باء. لما اقوم بحفظ الماب، هاي نعمل سيف لهذا الماب، نختار اي منطقة، نختار اي مكان للحفظ، واسم هذا المشروع نسميه بتاريخ اليوم.
فبعد ما انا كنت بحفظ هذا الماب بكون عندي البوك مارك محفوظات عليه. فبعد ما انا حفظ هذا الماب لو فتحته بوقت تاني بقدر ارجع على البوك مارك اللي انا اللي كنت بحفظه، اللي هو مثلا منطقة الف، هاي منطقة الف وهي منطقة ب. هذه اهمية البوك مارك، او كيف احنا نقوم باستخدام الاشارات المرجعية على الارك ماب. ايضا انا بقدر اضيف خرائط اساس من الانترنت، وبقدر اضيف صورة جوية ايضا من الانترنت بهاي الطريقة. من خلال الاد داتا بختار اد بيس ماب، بيعتمد على سرعة تشغيل الجهاز وعلى سرعة الانترنت. طبعا في حال ما ظهرت البيس ماب بروح على أيقونة الارك جي اس، بضغط عليها رايت كليك، نعمل رايت كليك، بعديها نختار الخيار الاول. بعد ما اتأكد انه تم ربط او اتصال الارك جي اس بالانترنت بقدر انا اضيف اي بيس ماب من خلال الانترنت. طبعا بيعتمد قدرة التشغيل الجهاز وسرعة الانترنت على استيراد اي صورة جوية عبارة عن خريطة اساس. بختار اي خريطة انا بدي اياها، بعدها بضغط على كلمة اد، او من خلال البحث من خلال هذا الخيار بقدر انا اختار اشخاص معينين بيقوموا برفع داتا معينة، بيقوم برفع بيانات معينة بتعبر عن خرائط اساس لمنطقة جغرافية معينة. فانا مثلا لو كتبت اسم رام الله وعملت انتر بيظهر عندي هدول الاشخاص قاموا برفع بيانات على الارك جي اس اونلاين. ممكن تكون هاي البيانات فيكتور زي هدول الطبقات، طبقات متجهة بقوم برسمها، او طبقات راستر اللي هي خرائط وصور جوية. فانا بكتب اسم البيانات المعينة اللي بدي اياها، بظللها، بضغط على كلمة اد، فبتظهر عندي في جدول المحتويات. ايضا انا بعد الانتهاء من رسم اي طبقة معينة بقدر اعملها تصدير اكسبورت. يعني مثلا لو رحنا على طبقة القطع عمل لها رايت كليك وعلى داتا واكسبورت داتا، بختار مكان الحفظ مثلا نختار في هاي المنطقة. انا بدي اقوم بتصدير طبقة القطع على شكل شيب فايل وليس فيتشر كلاس، اسميها اي اسم، نعمل سيف. بعد الانتهاء بطلب مني ان اقوم باضافتها على هذا الماب او لا، نعمل يس، هاي قام باضافتها، نقوم بعمل ريموف لهاي الطبقة. هاي الطبقة بعد ما كنا بعمل تصدير لإلها بنقوم بإضافتها على هذا الماب، نعملها زوم تو لاير، ظهرت عنا بهذا الشكل. وأيضا أنا بقدر أصدر أي داتا بعملها سيلكت، يعني أنا مثلا بدي أصدر فقط هدول الثلاث طبقات بعملهم سيلكت، بعدها بعمل اكسبورت داتا، بدي أصدرهم داخل قاعدة بيانات، بختار من هون فايل اند بيرسونال جي داتابيس، بختار المكان اللي انا بدي اياه نسميه بهذا الاسم، نعمل سيف. طبعا ما رضي يعمل لي اكسبورت لان انا عامل ستارت اديت، فانا بقوم باغلاق الاديت، هاي ستوب اديت، برجع بعمل سيلكت عليهم واكسبورت، وبختار مكان الحفظ، بختار فايل، بختار الجي داتابيس، هاي اخترناها، بنضيف داخل مجموعة البيانات نسميها بهذا الاسم، نعمل اوكي. بنلاحظ فقط الثلاث معالم او ثلاث ضواحي جغرافية تم عمل تصدير لإلهم، هاي اوبن اتريبيوت تيبل، هاي 1 2 و3. فبهاي الطريقة انا بقوم بتصدير البيانات.